انا ميريت فانوس ريماكس 360 بروبرتي كونسلتنت. النهارده عندي حاجه حلوه ومميزه هفرجكم عليها، تعالوا نشوف. الفيلا اللي هفرجكم عليها النهارده فيلا مميزه جدا لشخصيه سيليبريتي، عباره عن ارض 1282 متر ومباني 667 متر، بتتكون من دور ارضي اساسي وبدرون ودور علوي، بجنينه كبيره على مستويين، حمام سباحه وانجلش كورت. نتفرج ونشوف التفاصيل واحنا بنتفرج على الفيلا. اتفضل. التفاصيل اللي هنتكلم عليها في الريسبشن اريا، الريسبشن اريا زي ما انتم شايفين عباره عن ارضيه رخام كلها حته كبيره مفتوحه على بعض، عند المدخل جزء خشب مع السلم اللي طالع للدور الفوقاني ونازل للدور البدرون تحت. هنطلع فوق ونشوف الاوض اللي في الدور الاولاني. الدور الفوقاني هو اللي فيه اوض النوم وليفنج اريا. ليفنج اريا عباره عن مكان كبير فيه دفايه وفيه كيتشنات وبيبص على مدخل الفيلا بازاز بانوراميك رائع جميل. ده كيتشنات بتلاجه. اوضه النوم الرئيسيه اوضه كبيره فيها اوضه كامله ووكينج كلوزت وحمام وتبص على الجولف. منظر من التراس بتاع اوضه النوم الرئيسيه بيبص على الجولف شمال ويمين والجنينه بتاعت البيت والسويمنج بول. ووكينج كلوزت اوضه كامله، في الاصل كانت اوضه وتحولت الى ووكينج كلوزت بتبص برضو على الجولف. الحمام الخاص بالاوضه الماستر عباره عن شاور جاكوزي وطبعا باقي التواليت وبيديه وحمام كامل فل. بعد ما شفنا الاوضه الماستر الكبيره في اوضتين تانيين، اوضه يمين واوضه شمال، عباره عن كل اوضه فيها اوضه في حمام وحته اوضه منهم مميزه فيها اوضه بريسبشن. نشوف الاوضه الثانيه، هي اوضه كبيره فيها حته ريسبشن اريا واوضه فاصل عنها باب جرار وفيو برضو على الجولف. دي الأوضة التالتة بحمام خاص بيها برضو بتبص على الجولف. ودلوقتي هننزل تحت ونشوف البيسمنت. هندخل على المطبخ. مطبخ كبير ب جزيرة في النص فيها الفرن. المطبخ ده مطبخ عمرو حلمي. الباب اللي خلفي ده باب الدخول من البيسمنت، بعدين في أوضة نوم للدادة بحمام وبعد كده مخزن وواشنج اريا. في البدرون في حمام تاني تواليت وحمام مغربي. البيسمنت ريسبشن اريا وبتطلع على الانجليش كورت وزي ما شفنا حمام مغربي وتواليت والمطبخ وبار. بنطلع من البيسمنت على منطقه الانجليش كورت فيها جيم وفيها صخور وشلالات وكوبري
وميه، بحيره كده صغيره او بوند، وبعد كده بنطلع منها على الجنينه العلويه. في منطقه الانجليش كورت في منزل جاي من عند باب البيت من بره، ومنطقه تانية بتطلع على الجنينه الخلفيه المين جاردن. المنطقه الاساسيه او المنطقه الخلفيه جنينه متقسمه على تو ليفلز، زي ما احنا شايفين في ليفل اعلى من الليفل التاني بخمس سلمات. المنطقه الاساسيه السويمنج بول عباره عن جاكوزي، هيتد جاكوزي بسويمنج بول فانيشينج ادج او انفينيتي ببيتش انترنس. في استوديو صوت تسجيل صوتي تنفع هوم سينما، بحيث اي صوت فيها مش هيأثر على باقي البيت. فرجتكم النهارده على فيلا مميزه جدا في موقع مميز جدا، وهو ميراج سيتي، بتبص على الجولف وجنينه في منتهى الجمال، والتشطيب اللي فيها مميز جدا، مش محتاج تعمل فيها ولا حاجه غير انك تسكن.